رجعنا لحضراتكم تاني، وقبل الفاصل كنا بنسأل الوزير الفنان فاروق حسني عن اتكلمنا عن قصور الثقافه، واتفقنا ان احنا هنتجاوز مرحله ونرجع لها تاني. لكن انا هسأل عن الوزاره. حضرتك زي ما احنا عرفنا وزي ما نشر، حضرتك جالك الطلب من دكتور عاطف صدقي رئيس الوزراء الاسبق ان حضرتك احضر فورا، على طريقة الرسائل اللي بتعمل دلوقتي لقينا آثار، لكن قال لحضرتك احضر فورا لمصر. عرض على حضرتك الوزارة، وحضرتك يعني واضح ان معاك عندك موقف من المناصب، حضرتك تحفظت وما كنتش متحمس لمنصب الوزير، وحضرتك في السن ده كنت سن صغير جدا ووزير. أنا كنت مستمتع بروما استمتاع شديد جدا، لأنه كنت يعني أولا هناك يعني حتى 18 سنة برا مصر، تسعة في باريس، باريس ملحق ثقافي ومدير المركز الثقافي في روما، كنت ثم نائب للمدير للأكاديمية، ثم رئيس لأكاديمية الفنون بروما. الحقيقة يعني باريس وروما لهم تأثير كبير جدا على الواحد يعني. فأنا لما تعرض علي وزارة الثقافة، أنا طبعا أولا ما كانتش في بالي خالص يعني، حتى في التليفون قلت له أنت عايزني ليه؟ قال لي بس لما تيجي. طب نتفاهم. وخاف يقول لحضرتك ما تجيش في التليفون. قال لي لما تيجي بس لما تيجي. فهو قاعد معايا، قلت له أنت عايز مني إيه يا دكتور عاطف؟ أنا يعني في مكاني بشتغل كويس وبحب مكاني والمكان بيحبني، وانا لي علاقات كبيره دلوقتي هناك في ايطاليا، كبار المفكرين والفنانين بقوا اصدقائي، يعني هتبقى وحشه كبيره جدا ان انا اسيبهم واجي اقعد هنا. ما يعني عندي علاقات طبعا في مصر القديمه وكل حاجه، لكن انا كنت مستمتع جدا باقامتي في روما. فانك انت تعرض عليا منصب جاف يعني ده كانت صدمة يعني. فكان يعني ودعاني بقى الصبح، قال لي أنا وصلت تاني يوم الصبح سواء في البيت عندي في المعادي، وخدني عنده في البيت في مصر الجديدة، كان بيفطر لسه وبتاع ومستنين يعني، حتى مش لقاء في المكتب أو كده، ده في البيت الأول في البيت. فقلت له تعيني ليه؟ في إيه؟ يعني انا اصل الدكتور عاطف صديق ده الله يرحمه ده يعني هقول لك ايه، يعني انا اتربيت على ايده حاجات كتير جدا وتعلمت جوه الوزاره ولا قبل، من قبل الوزاره؟ قبل الوزاره طبعا. قبل الوزاره ايام ما كان في باريس، وانا كنت المساعد بتاعه في باريس، هو المستشار الثقافي وانا الملحق الثقافي، وقعدنا مع بعض 6 سنين يعني، من 9 سنين 6 سنين مع الدكتور عاطف صديق. وبعدين معاه تعرفت على كبار الساسة في البلد، دكتور رفعت المحجوب، دكتور صيف أبو طالب، على كل يعني القامات طبعا العظيمة هي الكبيرة بعد كده ماسكة مناصب يعني. فتعاملت معاه وكده. أنا بقى لما هو قلت له طب عايزني ليه؟ قال لي الثقافة. قلت له ثقافة ايه؟ قلت له لا لا لا. قال لي لا انت مجنون، في حاجة في دماغك، انت مجنون؟ قلت له لا دكتور عاطف، انا ابن الثقافة وانا عارف انها يعني هي في التحريق، اشد تحريق فيها، فتجيبني ليه يعني؟ ده عذاب تعذبني، وخصوصا ان انا كنت يعني المناصب اللي انا كنت فيها في الخارج كان تعاملها مع الثقافة، وعارف انا باخد منها ايه ومفيهاش ايه، فيها ايه ومفيهاش ايه. فالمهم قعد قال لي ما تحرجنيش بقى، انا الرئيس كلمني 3 مرات وبتاع، فاتفضل. قلت له قابلت على وانا على مضض الحقيقه يعني. طب بتنهي 18 سنه من السعاده والحياه الفنيه المنتظمه والتفرغ يعني للفن بشكل او باخر، الفن بشكل كبير واصدقاء مفكرين وفلاسفه وشعراء وكده، ناس كانوا على قدر ضخم جدا من الكيان الانساني يعني. المهم بقى فانا يعني قابلت على مضض وانا متضايق يعني مكتئب، فهو قال لي انت تروح. وقابلته بقى المقابله الرسميه بالليل بعد كده في مكتبه،
وقال لي يعني انت هتنجح وانت كذا. وانا عايز اقول لك حاجه، انا كان في الوزير محمد عبد الحميد رضوان صاحبك كان عارف بانه كان وزيرك، وهو كان نفسه يرجع للثقافه تاني. فانا قلت له انت عارف مين جاي وزير ثقافه؟ قال له مين؟ قال له فاروق حسني. قال له احسن مني يعني، راجل شهم جدا، الجمال راجل محترم يعني. فما زعلش بقى ان انا جيت، وجاني على طول تاني يوم لقيته جالي زياره في المكتب ويهنيني وكده يعني. فاللي انا عايز اقوله انه لما ابتديت العمل في الوزاره، يعني انا اكلك منين يا بطل؟ هتتكلم 100,000 موظف وحوالي 18 مؤسسه تابعه للوزاره. واصلا